يقول السائل: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، أحافظ على الصلوات وعلى النوافل، ولكن علي بعض المعاصي، فهل هذه المعاصي تحبط أعمالي كما جاء في الحديث: يؤتى وله أعمال كالجبال فيجعله الله هباء منثورا؟ هذا الكافر والمشرك تحبط أعماله، ولو كان يعمل أعمال صالحة، إذا كان يكفر أو يشرك بالله إن الله يحبط أعماله. أما المؤمن فهذا المعاصي تنقص إيمانه، لكنها لا يكفر بها ولا تحبط أعماله. المعاصي ما تحبط الأعمال، إلا الرياء يحبط العمل الذي معه الذي خالطه. فالمؤمن لا تحبط أعماله، لكن هو معرض للعقوبة، هو معرض للعقوبة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له. وأما بقية أعماله فإنها لا تحبط، لأنه مؤمن موحد. والمعاصي تنقص الإيمان، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها له وإن شاء عذبه. نعم.